تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يتواصل العمل بمعبر أرقين الحدودي لتسهيل عبور العائدين من السودان من المصريين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة. وللمتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من معبر أرقين الحدودي رامي محمد، مراسل التلفزيون المصري. رامي، اطلعنا على الوضع لديك، كيف تسير إجراءات عبور العائدين من السودان؟ تحياتي لك ولكل متابعينا من معبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان، واستمرار توافد الحافلات على المعبر التي تقل المواطنين من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى. نتحدث عن أعداد تصل إلى أكثر من 5000 مصري وأيضا 16000 من السودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى. نتحدث عن 14000 من السودانيين وأكثر من 2000 من أصحاب الجنسيات الأخرى من الوزارات الخارجية الخاصة بدولهم قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وهذا يؤكد على نجاح الجهود وأيضا التوفير وتكاتف الكثير من المؤسسات الدولة المصرية، من بينها وزارة الخارجية التي تقوم بشكل مستمر في متابعة وتنسيق مع القنصلية المصرية سواء في بورت السودان أو أيضا في مدينة وادي حلفة التي تبعد أكثر من 60 كيلومتر من هذا الموقع الذي تواجد به الآن، بعد إعادة تمركز للقنصلية والدبلوماسية المصرية في السفارة بالخرطوم. نتحدث عن متابعة مستمرة عبر الكثير من الأرقام التي خصصتها وزارة الخارجية لجميع من يرغب في مغادرة السودان والمجيء إلى مصر عبر الكثير من مواقع التجمع. نتحدث عن مطار الدنقلة، نتحدث عن معبر قسطن، نتحدث عن معبر أرقين الذي يتواجد به الآن، والعديد من الأماكن التي خصصتها وزارة الخارجية تجمع من يرغب في القدوم إلى هنا. أما عن معبر أرقين الذي يتواجد به الآن، نتحدث عن زيادة في الأطقم الطبية التابعة للدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، وأيضا زيادة في الأطقم الإدارية لتسهيل عملية وإجراءات أوراق التوثيق والتأشيرات وتسهيل على جميع المواطنين القادمين من السودان، وهذا بالتنسيق بين وزارة النقل وهيئة المواني البرية والجفة، وأيضا بالتوفيق الكبير وأيضا بالتنسيق الكبير مع محافظة أسوان في توفير الكثير من الحافلات التي تظهر من خلفي الآن لنقل جميع المواطنين إلى الواجهات والمقاصد المختلفة داخل المحافظات المصرية. نتحدث أيضا عن تنسيق بين هيئة المواني وأيضا مع هيئة السكك الحديدية في توفير الكثير من القطارات وتنظيم حركة القطارات الخاصة بمحافظة أسوان سواء القادمة أو الذاهبة من محافظة أسوان. أما الهلال الأحمر أيضا قام بتوجيه الكثير من الفرق الطبية للعمل هنا داخل المنفذ، وأيضا توفير كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم سواء من وجبات وعصائر ومياه، وأيضا الدعم النفسي والأسري بالتواصل مع الأسر سواء من داخل السودان أو من خارجها أو في أي مكان آخر. هذا من ضمن الاستعدادات التي تقوم بها الدولة المصرية هنا من معبر أرقين البري المفتوح على مدار ساعات اليوم ولا يغلق حتى إذا أغلقت عدد من البوابات السودانية، لكن البوابة المصرية مفتوحة على مدار ساعات اليوم في استقبال جميع الوافدين ومن يرغب في القدوم إلى الدولة المصرية. هذا هو المشهد هنا، وما زلنا في استمرار متابعة وفود الحافلات. عودة إليكم مرة أخرى. نشكرك جزيلا من معبر أرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا.